وصلنا مشاهدينا على مركز ابو ظبي للمعارض، هذا المكان اللي استقبل طوال الاسبوع اصحاب الهمم. ليش جينا لهون؟ لنتعرف عليهم عن قرب. طرونا. مرحبا شباب، حضرتكم من المتطوعين؟ نعم. كيف عم يتفاعلوا معكم؟ عم تحسوهم مبسوطين؟ عم تحسوا انه جايين لهون على مكان كانوا ناطرينه؟ ايوه والله مبسوطين وبالفرحه ومبسوطين باللعب، حتى لو ما فازوا مبسوطين. حضرتك من اي بلد؟ من الامارات. من الامارات، فيكم من الامارات. حضرتك طبيب؟ مسعف؟ طبيب. نتجول عليهم في الديفرنت ايفنت، في كل الالعاب. نحن بدنا نتشكركم كثير على جهودكم. مرحبا، كيفك؟ شو اسمك؟ ايه؟ قيس. قيس، شو معك؟ فرجيني شو معك. بتعرف هيدي شو؟ هذه جريدة الاتحاد الإماراتية. خليفة. هذا شيخ خليفة؟ بتحبه؟ شو بتعرف عنه؟ بتحطه بعيونك. هذا حب صادق، بيجوا بس يخبرونا انهم بحبونا، بيعرفوا الناس من صورهم، ما بيعرفوهم بالحقيقة بس بيعرفوا قد ايه بحبونا. تعرفتوا على أصحاب الهمم؟ نعم. حبيتوهم؟ كثير. كيف لقيتوا أصحاب الهمم؟ تواصلتوا معهم؟ حكيتوا معهم؟ بس ما قدرتوا تحكوا معهم. طيبين حلوين. طيبين وحلوين وقلبهم نظيف. ايوه. انا انبسطت كثير انكم جيتوا، هيدي هي الاجواء، حتى تلاميذ المدارس جاءوا ليشاركوا اصحاب الهمم اللي هن كمان جزء من المجتمع بهالاحتفال الكبير. من المشجعين الاساسيين اللي شفناه على الملاعب هالشخص اللي موجود معي هون من العراق، اهلا وسهلا. اهلا فيكي. شفناك وين ما كان. الحمد لله. شو جاي تعمل بأبو ظبي؟ والله انا جاي مشاركه ومتطوع لهاي البطوله، لان هاي بطوله اعتبرها بطوله انسانيه، بطوله للناس اللي رب العالمين جعلهم بالارض، يعني ناس لازم يعطف عليهم. مهدي شو حقق من مشاركته بالالعاب الاولمبيه هذا العام؟ فرح هذول الاطفال. الفرح للاطفال. بنغني لهم ونرقص معاهم. يعني هذول شوفوا، يعني هذول الناس صاروا يعرفوك. خبرني. مرحبا. هذول احباب الله. مرحبا. هذول هم احباب الله. هلا بكم هلا وجيتكم هلا. وانا العراقي اليوم اقول لكم هلا، انا العراقي اليوم 100 هلا. ان شاء الله بتضلكم دائما مبسوطين وان شاء الله بتضلكم دائما رابحين. شوف عشان نروح عند الشيخ. بدكم تروح عند الشيخ؟ ما شاء الله. شو بدك تروحي تقولي له للشيخ؟ انا الذهبية. جبت الذهبية. بلبسها. أو ويتلبسها هي. عايزة أحكيكم، بس بدي أسألك سؤال، ليش الورود البيضاء والزهرية؟ لمين عم تعطيهم؟ لا ذوي الهمم. مبسوطين؟ الحمد لله. كيف ملاحظين أصحاب الهمم؟ هم ياسين يزرعون السعادة فينا، وإحنا بهالوردة هذا نزرع السعادة فيها. أنا بشكركم على هالوردة البيضاء وإن شاء الله بتزرعوا سعادة وسلام، وأهم شيء تسامح في عام التسامح. شكرا. هذه هي الحال هنا في مركز أبو ظبي للمعارض، ناس من كل مكان، ناس تربح وتفرح، ناس تخسر وتبقى فرحة. هذا هو الأهم، دعم أصحاب الهمم.